MDJS, gagnez le sport. أكبر المتفائلين لم يكن يتوقعوا تصدر المنتخب الوطني المغربي لمجموعة تضم كل من كرواتيا، بلجيكا وكندا بسبع نقاط وتأهل لربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 لأول مرة في التاريخ. إنجاز غير مسبوق حققه الأسود مبرزين للعالم بأسره أن لا شيء مستحيل في عالم المستديرة. وليد الرجراجي، ياسين بونو، حكيم زياش، أشرف حكيمي، سفيان مرابط، رومان سايس، واللائحة طويلة، كلها أسماء محاربين أعطوا كل ما في جعبتهم لتشريف الكرة الإفريقية عامة والمغربية خاصة. عبد الصمد الزلزولي، واحد من المحاربين الشباب، يروي لنا ما دار بينه وبين زملائه في برشلونة بعد الإقصاء بضربات الحظ أمام المنتخب المغربي. أنت شتي فرحنا المغاربة ودراري ضروا بزاف وتقاتلوا وحنا فرحانين بزاف. يكون عندنا جهدنا غادي نديروه وإن شاء الله بالخدمة وبعد شيء نتأهلها تاني إن شاء الله. ضروري الثقة خاصة تكون عندنا، ولكن اللي قلت لك بالخدمة تقدر توصل فيما بغيتي. الشيء اللي قلت لك قال لنا خاصنا نتقاتلوا على الدراري اللي حدانا. بدوره بلال الخنوس، أصغر لاعب في صفوف المنتخب الوطني المغربي، لا يزال يعيش على وقع صدمة التأهل مؤكدا أنه حلم وتحقق. Franchement, c'est incroyable. Déjà, tout d'abord, je remercie tous les supporters marocains qui sont ici au Qatar, en Europe ou au Maroc. Ils nous ont supportés d'une manière phénoménale. Et voilà, après, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous. Et je crois qu'on a fait le travail, on s'est battu tous pour notre pays, pour nos familles et pour nos supporters. Et alhamdoulilah, on a gagné. Ah, Dima Maghreb, je vous remercie beaucoup pour votre support. C'est une dinguerie comment vous nous supportez au bord du terrain, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, franchement, je vous remercie. الحلم ما زال وسيظل مستمرا بمزيد من الجهد والإيمان. مباراة صعبة تنتظر المنتخب المغربي يوم السبت القادم أمام بطل أوروبا 2016، فهل يفعلها مجددا أبناء الرجراجي ويثأرون من هزيمة روسيا 2018؟ MDJS, faire gagner le sport.